أزول. السلام عليكم زوار الموقع نادور سيتي. ذيني يجن عارضة الأزياء المؤثرة ذي مواقع التواصل الاجتماعي ذي السودان وتعيش ذي المغرب قناص أليكير جيمس وثاني تتيث يجن تجو أنت معروفة سواطس وستيون تخلص القنوات عالمية ما يميل أن تعرض التنمر وتعرض إذا ضحشت نوطس نيوذان من يتق لفيديو خصوصا ذي تيك توك ذي إنستغرام سيدة يثاني تتي ما يميل تيديو غنهارة أخس سيورة لأن أقت ذي النظر وخسر السقسيغ من ذا التوسطك ذي النظر ذي مش تواجه منون. أليكير جيمس مرحبا بك. مرحبا شكرا جزيلا لهذا الاستضافة واللقاء في نادور سيتي. شكرا. أول حاجة أليكير جيمس شنو كديري هنا في النادور؟ علاش جيتي للنادور؟ بصراحة تمت دعوتي مشان أجي وأحضر في هذا المعرض الثقافي المقيم من قبل جمعية سقناس في النادور. أجي وأمثل العارضة أو الوجه الأفريقي وكمان العربي وأقدمه في هذا المعرض. أول حاجة كطيح البال ولا أول سؤال ممكن أقوله أنك تتحدثين الدارجة والعربية مزيان وأنت كتقرأي هنا في المغرب. صراحة أنا كنخلط كل شيء لأنه فاش كنبغي نحضر بالدارجة يعني كل دارجة ما بقدر مشان هيك أنا بعمل ميكس العربية والدارجة. وأنا بدرس كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط بدرس قسم ديال العلم الاجتماع. نعم. شحال من عام وانتي دابا في المغرب؟ الآن سيكون لدي 3 سنوات في شهر واحد لأنه جيت إلى المغرب 2019 شهر واحد بالضبط. وصراحة كي كتلقي شعب المغربي؟ بصراحة المغرب زوين جدا يعني أشوف إنه عادي جدا ما في أي شيء نفس الشيء اللي يحصل في كل الدول مثلا يحصل في السودان يحصل في مصر يحصل في المغرب يحصل في كل مكان ولكن يعني أشوف المغرب زوين عجبني المغرب بزاف. أليكير كنت شفت بأنه درتي واحد الضجة لأنك واجهتي التنمر واجهتي التعليقات الساخرة بالضحك تقدري تعودينا شوية القصة؟ بصراحة هي شيء عادي جدا وأنا سبقا وقلت في الفيديو اللي كنت اشتهرت فيه لأني أنا تعودت يعني ديما كان لاقي تنمر ناس يتنمرون علي ناس يقللون من شأني ولكن أنا تعودت عليه لأنه يعني قلت ليش نصدع راسي ونبقى نبكي نبغى انظر راسي يعني في حيتش الناس هم اللي عندهم المشكلة هيك أنا قلت لازم أستخدم طريقة أخرى طريقة إيجابية وإنه أنا عندي أحلام وعندي أهداف خصني نركز فيهم ونخلي هذه التعليقات السلبية. أنا غير بغيت نتقاسم معك زعما في البداية لأن أنا أصلا عانيت من التنمر قولوا علي غليت كان قول لهم بخير ولكن في البداية كان ما يأثرش سلبا نوعا ما التنمر يأثر جدا لأنه في النهاية نحن كلنا ناس يعني إحنا ناس وعندنا مشاعر عندنا أحاسيس يعني لما يقول لك شخص شيء أكيد يكسر فيك شيء ولكن لازم أنت تقوي نفسك تقوي ذاتك عشان هذه الأشياء ما تأثر لازم أنك تتقبل نفسك كيف أنت عشان تقدر تتعايش مع كل شيء بكل بساطة يعني وخي يقولوا عليك سمين قول لهم أنا بخير. أليكير انطباعك على مدينة النادور؟ بصراحة عجبني جدا وأنا جاية بالليل أنا ما كنت بشوف أي شيء لأني جاية في القطار بس في الصباح ونزلت وجيت جيت بشارع الكورنيش وشفت زوين جدا الشوارع جدا جميلة وكل شيء حلو بس ما زلت ما ضربت دورة في المدينة ولكن الله يعمرها دار من جانب أني جيت هون واشتغلت مع الناس وكل شيء زوين كل شيء هو هذاك. مرحبا بك قولي لهم يوكلوك طبق سمك لأن المنطقة معروفة بالأسماك عندك شنو احنا نعرضوا عليك نادور سيتي تعرض عليك مرحبا. شكرا جزيلا الله يكبر بكم وبغيت نقول لكم تنميرت كتقولوا حكا تنميرت وأزول الناس ديال النادور وشكرا جزيلا لهذا الاستضافة وهذا المعرض اللي قمت به عن جد شيء جميل جدا ويعني حبيتهم. شكرا أليكير شكرا.